السلام عليكم ايترن غير نعتوس درم ليت حمل النظافه قوم سيسيان سين بدن ايوا نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم باش كله عند احترام المعقل مسدارون حيت لقوت الزبل على بعض البلايص. المهم على الطريقه اللي غادي من دوس درم لتغرارات هادي حيدنا كله قيس الزبل تبارك الله هاتك لي كل سمو قول مكاتيني هاد اللي قيس القوت اللي ميكاغي وغرسات على الشنطيه. الحمد لله كل شيء دابا نتنقى بفضل واحد الجوج الاشخاص هاتي كان ابراهيم نايت ابراهيم نايت بيهي وما تنساوش ابراهيم نايت بيهي دخلوا للشين ديالو في يوتيوب من فضلكم باش نعاون الشبابات الدارنا. ايوا السي ابراهيم نايت بيهي ما كيظهر شويه كملاحظه على الخير هاد الحمله اللي تسكرم ما دي خصها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بعد العصر يعني تلقيت اتصال من السيد كريم أقنو بخصوص واحد العملية ديال جمع أزبال اللي هي محيطة بهذا السور اللي قريب من يعني الطريق ديال تغرارت. هذا السور هذا إدارتهم تمكنا الحمد لله أننا نجمعو كم هذا. هي عملية مزيانة درناها وإن شاء الله يعني إحنا ماشي أحسن من حتى واحد وانما هي غير واحد المثال اللي ان شاء الله انا وباقي الشباب الاخرين يعني الناس ديال المشترك يديروا نفس الامر ان شاء الله. يعني طبعا انا شخصيا كناخذ هذا كناخذ الطارو ديالي تنخويه في الواد بعض المرات كاع ما كنحرقوش. هو هذا الشيء خصني نبدلو خصنا حتى حنا يعني عموما الناس ديال المشترك ما يبدلوه ولا فين كانت الزواج راه ما نلقيش علاش يجدرش حتى هي كنفولكي بهذه الطريقه راه نحب البيئه الموضع نحب تفولكي هاتي واش مكانك كي شويه شو سقايتك سقايت ولا انت تيرتي لنا في روي باش كان الصوره بالضبط احوالا علاش لان الخير هذا تيتاوي الريح تيتاوي الريح على هذا الله يسير هذا مكان وجزاكم الله خيرا. اركح الكلمه السي كريم قنا كريم قنا للذكر ولا هو من الجمعيه عضو من الجمعيه خلوا لي الكلمه حتى هو وحنا كمتطوعين هذا واجب قمنا بهذا العمل هذا وكنتمناو الناس اللي مقيمين في الدوار انهم مهما اننا حاملين الشعار ديال النظافه من الايمان خصها المساله تكون عمليه. يعني بنادم ادويت له الزبل راه كيزرى الزبل يسمونت يجدرت شكرا شكرا للجميع شكرا غير قرا صورات هذه السنه اللي كانت ساعة ونص والزبل راه كاين يعني النواحي كلو تعمر في الزبل يعني غادي نديرو مجهود وغادي نجيبو وان شاء الله ان شاء الله لما لا من هنا لقدام يكون واحد الترياج واحد العزل ديال النفايات يعني كلا دول تاوي يضطروا يعمر في كل شيء ما كاين اللي كان قلت قرعين كل شيء ان شاء الله ان شاء الله نامل انه من القدام غادي يدير لي بوبيل يعني سله نفايات خاصه مثلا بالبلاستيك واحده خاصه بالخيرات المواد العضويه وما الى ذلك. علاش بهذه الطريقه هذه ممكن ان شاء الله انه حتى البلاستيك انا دسوق عيطها نسميها اعاده تدوير يعني البلاستيك انا داخل يعني ان شاء الله عندنا علاقات يعني شركات اعاده تدوير داخل الخيران وبهذا نستفاد من كاين البلاستيك اللي غنكمل. وبالنسبه للمواد العضويه حتى لا نتاع استعمال التنظيم لا نولد طفني بالهايمر استعمال لي امور يطي هذا مكان والخيره ديكا يعني الحمد لله افكار من طرف اللي نقول السي كريم السي ابراهيم كذلك اقناو يعني هاد الناس اللي تطوعنين الخيرات لم نغير هاد الدوس دم غير داس افكار جميله في الميدان هذاك جالس نتكاور كبارا وصغارا بعدا غير خصنا ان شاء الله نفيد نجتمع قالت نحكي نتعاوتها نتوكل على الله نسالو هذا مكان الله يعطيكم الخير. اوكي صباح ربي وكذلك باش نتعاون جميعا السي ابراهيم ايت به اللي كنقول لكم مره اخرى تابوناو في لاشين ديالو الله يخليكم باش تعاونوا راه غير ان كليك راه سي ريان دي تو ابونيو فلاشين حتى هو باش نعاونو على هاد العمل وهذا الشيء اللي كيدير راه سميتها باب بي ا بي ايكول دو بيولوجي وتنمية بهرة ان شاء الله خير للجميع خير للجميع نتمنوا ان شاء الله شكرا. السلام عليكم وكلي الزرام غيل الزبل اللي نجمع تاع الليل اللي نشيط غير تنجد العواسيف هات جوج خناشي مقورنين دخل هادي كوت حسيتي غير تلقى حملات تحسيسيه المهم الشانطي بعدا نحيد تقيس جوج خناشي كبار
ونتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش الخيرات اعتبرات تلكم يدباب سينا الرئيس. نتمنى باش هاد الجمعيه ولا كل يدوز درهم حتى نتني باش داسني لي يات نظرة على النظافه باش اكلنا وسي الخيرات داشكو دارن حياد. شكرا تنمرت بهرا يرغان اركن تشكرا يدن حتى نمرت.